السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح التمرين رقم 5 من درس الاشتقاق. التمرين الذي سنقوم بتصحيحه في هذا الفيديو، يمكنكم إيقاف الفيديو للاطلاع على جميع أسئلة هذا التمرين. لنبدأ بالسؤال الأول. 1-1، لندرس قابلية اشتقاق الدالة F في A تساوي 0، ثم لنؤول هندسيا النتيجة المحصل عليها. لدينا F لX تساوي جذر مربع X زائد 2، إذن F لصفر تساوي جذر مربع 0 زائد 2 تساوي جذر مربع 2. دراسة قابلية الاشتقاق في 0، يجب حساب هذه النهاية. F لX جذر مربع X زائد 2، F لصفر جذر مربع 2، X ناقص 0 هو X. هذه النهاية هي شكل غير محدد، ولإزالة هذا الشكل غير محدد قمنا بضرب البسط في مرافقه، وكذلك نقوم بضرب المقام في نفس التعبير. سنستعمل هذه الخاصية أو هذه المتطابقة. جذر A ناقص جذر B عامل لجذر A زائد جذر B يساوي A ناقص B، بحيث A هو X زائد 2 و B هو 2، فنحصل على نهاية F لX ناقص F لصفر على X ناقص 0 عندما يؤول X إلى 0 تساوي X زائد 2 ناقص 2 الكل على X عامل لجذر مربع X زائد 2 زائد جذر مربع 2. نختزل 2 و ناقص 2 عددان متقابلان فنحصل على هذه النهاية. ثم نقوم باختزال X على عفوا نقوم باختزال X و X فنحصل على هذا التعبير، وذلك بعد الاختزال وتعويض X بالصفر. 0 زائد 2 هو 2، جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 هو 2 جذر مربع 2. ومنه نستنتج أن الدالة F قابلة للاشتقاق في A تساوي 0، و F بريم لصفر تساوي 1 على 2 جذر مربع 2. التأويل الهندسي للنتيجة المحصل عليها. التأويل الهندسي هو أن المنحنى CF يقبل مماس T في النقطة ذات الأفصول A تساوي 0، معادلته Y يساوي F بريم لA عامل لX ناقص A زائد F لA. أي Y يساوي F بريم لصفر لأننا قمنا بحساب أو دراسة الاشتقاق في الصفر، عامل لX ناقص A زائد F لA. قمنا بتحديد F بريم لصفر، وجدنا بأنه هو 1 على 2 جذر مربع 2، و F لصفر وجدنا بأنه جذر مربع 2، فنحصل على معادلة مماس Y يساوي 1 على 2 جذر مربع 2 X زائد جذر مربع 2. السؤال 1-2، لنعطي التقريب التآلفي لF لX بجوار الصفر. التقريب التآلفي لF لX بجوار الصفر معرف ب G لX تساوي F بريم لA X ناقص A زائد F لA، وهذا التعبير هو هذا التعبير، فنحصل على تعبير G لX. السؤال 1-3، لنعطي قيمة مقربة ل العددين جذر مربع 2.02 وجذر مربع 1.996. لدينا جذر مربع 2.02 يساوي جذر مربع 0.02 زائد 2 يساوي صورة 0.02 بالدالة F، ونعلم أنه بجوار 0. لدينا F لX تساوي تقريبا G لX، وهذا هو تعبير G لX. إذن صورة 0.02 بالدالة F يساوي تقريبا صورة 0.02 بالدالة G. سنأخذ تعبير G ونعوض X ب 0.02، وهذه هي قيمة المقربة للعدد جذر مربع 2.02. بنفس الطريقة
جذر مربع 1.996 يساوي جذر مربع ناقص 0.04 زائد 2، أي صورة ناقص 0.04 بالدالة F، وبالتالي صورة ناقص 0.04 بالدالة F تساوي تقريبا صورة ناقص 0.04 بالدالة G. نفس التعبير، سنأخذ تعبير الدالة G ونعوض X بناقص 0.04، وهذه هي القيمة المقربة لجذر مربع 1.996. السؤال الثاني، لندرس قابلية اشتقاق الدالة H في A يساوي 3 على اليمين. لدينا h ل x هي جذر مربع x ناقص 3، إذن h ل 3 هي جذر مربع 3 ناقص 3، أي جذر مربع 0، أي 0. لندرس قابلية اشتقاق الدالة h في 0 على اليمين، يجب حساب نهاية معدل التغير بحيث x يؤول إلى 3 على اليمين. لدينا h ل x هي جذر مربع x ناقص 3، h ل 3 هي 0، و x ناقص 3 x ناقص 3، هذه النهاية هي نهاية غير هذه النهاية هي شكل غير محدد، سأقوم بإزالة هذا الشكل. من أجل ذلك اخترت أن أقوم بضرب البسط والمقام في جذر مربع x ناقص 3. البسط هو جذر مربع x ناقص 3 الكل أس 2، نعلم أن جذر مربع A الكل أس 2 هو A، إذن نحصل على x ناقص 3 والمقام x ناقص 3 عامل لجذر مربع x ناقص 3. ثم أقوم باختزال جذر مربع أقوم باختزال x ناقص 3 و x ناقص 3، فأحصل على نهاية 1 على جذر مربع x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3 على اليمين. إذن نهاية h ل x ناقص h ل 3 على x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3 على اليمين هي نهاية 1 على الجذر المربع ل x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3 على اليمين. هذه النهاية بدورها تساوي زائد ما لا نهاية، لأن نهاية الجذر المربع ل x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3 على اليمين تساوي 0 زائد 1 على 0 زائد تساوي زائد ما لا نهاية. إذن فالدالة H غير قابلة للاشتقاق في A على اليمين. هندسيا يعني هذا بأن المنحنى CF يقبل نصف مماس T عمودي موجه نحو الأعلى. قمنا بحساب النهاية على اليمين، وجدنا بأنها تساوي زائد ما لا نهاية في النقطة ذات الأفصول A تساوي 3، معادلته X تساوي 3. في الختام لا يسعني إلا نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.